لماذا يجب علينا عدم الأخذ بالمصادر الأجنبية الحديثة في تاريخنا؟ لخمسة أسباب. أولاً، لأنها ليست موضوعية. ثانياً، لأنها كتبت لخدمة الأجندة الكولونيالية. ثالثاً، لأنها كتبت حول أجدادنا من طرف أعدائهم. رابعاً، لأنها كتبت لهدف تبرير الاحتلال الأوروبي لنا. خامساً، لأن الإنسان لا يقرأ تاريخ أجداده من أعدائهم. لدينا كمثال هايدو في كتابه تاريخ ملوك الجزائر، والذي يبرر الاحتلال الإسباني لسواحل شمال إفريقيا على أنه أمر جيد، ويقوم بوصف محرري شمال إفريقيا الإخوة بربروس ومن معهم بأقبح الأوصاف. في كتابه في صفحة 29 نجد الجملة التالية: إضافة إلى هذا، راح السكان يرون في إطاعة المسيحيين أفضل، لأنهم كانوا عادلين وواقعيين بجنس بذيء وغير مروض مثل الأتراك. يعني أن الجزائريين الذين طلبوا المساعدة من الإخوة بربروس قد غيروا رأيهم ويفضلون إطاعة الحامية الإسبانية في جزيرة البنيون على إطاعة السلطان الروج المسلم. الكاتب هنا لم يعش هذه الأحداث، وإنما هو قس إسباني عاش بعدها بخمسين سنة، قد تم أسره في البحر وأخذ للجزائر ليتم تحريره بعدها بفدية ويعود لإسبانيا ليكتب هذا الكتاب. يعني هو كتاب بروباغاندا كولونيالية مسيحية 100% لحاقد على من قاموا بأسره. في جامعاتنا وكليات التاريخ في الوطن لا يستعمل هذا الكتاب كمصدر أو مرجع إلا لإعطاء مثال عن الكتابات الكولونيالية، وكل المعلومات به تعتبر تزويرا تاريخيا، إلا أن بعض الأشخاص اليوم يعتمدونه كمرجع لشيطنة الإخوة بربروس على أنهم محتلين للجزائر وطردوا الإسبان العادلين، مع العلم أن الجزائر في تلك الفترة، فترة 50 سنة فقط من 1500 ل 1550، تحولت من ساحل محتل من الإسبان إلى قوة بحرية عظيمة تسيطر على المتوسط. وهذا مثال على المؤرخين الأوروبيين الذين يأخذ منهم البعض اليوم تاريخنا.